المتنافس السياسي والمرجعيات السياسيه ديالو، بانه حزب اللي ما عندوش قدره على انه يبني خطاب واقعي مع المناضلين في القرى وفي المباشر في مختلف المناطق وفي المدن. وكان الحزب انذاك بين جوج الخيارات، اما الاستسلام لهذا الخطاب اللي كان كيسود هذاك الوقت في المجتمع، وحنا 37 نائب على مستوى مجلس النواب و9 المستشارين على مستوى مجلس المستشارين وبضعه منتخبين في بعض الاقاليم والجماعات، فاما نستسلموا لهذاك النقاش واما نشتغلوا بجد وبعزم ونثقوا في القدرات والامكانيات اللي عندنا ونوصلوا للنتيجه اللي كلكم كتعترفوا داخل هذه القاعه بانها كانت نتيجه ايجابيه. لكن هذه النتيجه الايجابيه ما جاتش هكذا، جات لانكم كلكم واحدا واحدا وواحده واحده امنتوا بالقدرات ديالكم، وامنتوا بانه ملي كنبنيو الخطاب ديال الصدق مع المواطنين سنوصلوا للنتائج. اليوم الوضع لا يختلف كثيرا على ذاك العام، يمكن خطاب جديد، ما خدمتيوش، ما درتيوش، هادشي اللي درتو قليل، كاين صعوبات محليه، واخا انا كنعترف بانه كاين صعوبات محليه وغادي نفسر وغادي نقول شنو خصنا نعملو في المستقبل، لكن يجب ان نعترف ونخرجوا من هذه القاعه كاملين وحنا متفقين على واحد المعطى اساسي، وانه السياسه لا بد من المبادره، لا بد من التدافع، لا بد من النقاش. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.